كوي هو طبعا اتفاقية الأطراف للشباب، ولا بد أن يكون هناك يعني مؤتمر للشباب مع الكوب اللي هو مؤتمر الأطراف للمناخ. الحقيقة احنا ساعدنا ان مصر استلمت من انجلترا التنظيم، والمؤسس لهذا الموضوع كله هو فكر شبابي، هم اللي عملوا البحث وعملوا الاتفاقية من وزارة الشباب والرياضة، بنشارك مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة. أقدم بخالص الشكر للمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعوته الكريمة، والسيدة الوزيرة ياسمين فؤاد على دعوته الكريمة لينا أن حضرنا هذا المؤتمر التنسيقي لكوي 17 لاستعداد لكوي 27 إن شاء الله، بحصول مدينة الخارجة عندنا عاصمة البيئة العربية، ودي بأمانة اللي كان الدور الأكبر فيها للشباب ووزارة البيئة. My name is Elena Panova and I am the United Nations Resident Coordinator in Egypt. So it was a great pleasure for me to join the press conference together with the Ministry of Youth and Sports, Ministry of Environment, MFA, the Ministry of Foreign Affairs, which is also a presidency for the COP27, and with the five NGOs to launch the Conference of Youth. This is the 17th edition of this conference that is happening at right before the COP27. It's an opportunity for the young people across the world to come here in Egypt and join their voices, raise their voices in support to the climate change agenda. بنناقش ان احنا نبعد ايام بسيطه عن المؤتمر ومدى اهميه المؤتمر دوت، اللي هو بيتمحور في ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه اللي احنا بننشر الوعي مش بس عن تقاضايا تغير المناخ في مصر لكن على مستوى العالم كله. احنا اكتر فئه عمريه هتتاثر بالتغيرات المناخيه، واكتر فئه عندها الابتكار والعزيمه علشان نواجه قضيه تغير المناخ. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا، بنجدد التحية بحضراتكم، وزي ما قلنا في البداية النهاردة عيد الحب المصري، كل سنة وحضراتكم طيبين. بنتكلم من خلال فقرتنا في طعم البيوت عن تربية الأبناء، سمعنا عن طرق جديدة في تربية الأبناء، طرق حديثة وطرق قديمة. احنا تربينا بطريقة وربينا أولادنا بطريقة، وهم هيربوا أولادهم بطريقة مختلفة، بس لازم كل طرق التربية تكون مبنية على الحب، الحب للأبناء والحب ما بين الزوجين، عشان الحياة تبقى جميلة، وعلشان الأولاد تطلع صحتهم النفسية كمان مظبوطة، ما يبقاش عندهم مشاكل تأثر عليهم في المستقبل. ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو اللي هيكلمنا أكتر عن موضوع فقرتنا هو الدكتور محمد الرخاوي، استشاري علم النفس. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة. يعني إحنا بنتكلم بداية عن عيد الحب. تمام. لازم نستغل اليوم في اننا نتكلم من خلال الحب عن تربيه الاطفال. بقى دي بقى نوع الحب الوحيد اللي مش بمزاجنا. ايوه. خالص، يعني مش في ايدينا خالص نحب عيالنا او ما نحبهمش، دي غريزه وشديده الاهميه وشديده القوه. يمكن هي اللي تفكرنا بقى ببقيه انواع الحب اللي احنا محتاجين نمارسها في حياتنا. ايوه. لكن الحب لابنائنا او بناتنا دي حاجه بقى مش في ايدينا خالص، ده احنا مولودين بيها. طيب خلينا نتكلم عن التربيه الحديثه واوهامها زي ما بيقال. فهمني حضرتك ايه الفرق ما بين التربيه اللي حضرتك اتربيتها وانا اتربيتها وما بين التربيه اللي بنسمع عنها النهارده؟ هو الحقيقه الموضوع ده كبير لدرجه محتاج يعني حلقات كتير قوي. يعني موضوع التربيه اصعب احد اصعب مواضيع حياتنا. احنا رغم ان هي غريزه، ورغم ان القطط بتربي القطط الصغيره مواليدها والكلاب كذلك، كل الحيوانات كده، احنا الانسان وقع في مأزق شديد جدا. تغير الحياه المعاصره بشكل متلاحق جدا جدا جدا، افقدنا الطرق القديمه اللي احنا نعرفها، انا اسف، زينا زي بقيه الكائنات اللي ربنا خلقها. ايوه. فبقينا ضاربين لخمة بأمانة شديدة جدا، حيرة، وأنا آسف لازم أقول حوسة، تخبط. أنا رأيي أول خطوة إحنا محتاجينها كلنا وعلى مستوى اجتماعي إن إحنا نعترف بهذه الحوسة. حضرتك زمان كان، ولغاية دلوقتي في بعض المناطق الأقل تقدما ويبقى فيها
الحقيقه في السنين الاولى للاطفال ممكن تكون مزايا اكتر بكتير قوي من المناطق الاكثر تقدما. احنا عايشين في مكعبات من الاسمنت مقفوله علينا. الاطفال في الاماكن الاكثر تقدما الاقل تقدما عايشين في الهواء الطلق. أيوة. عايشين في الشارع. الحقيقه عندهم فرص في الثلاث اربع سنين الاولى اكبر كتير جدا جدا. طيب مش هنقدر نغير حياتنا ونخرج بره الشقق يعني، لكن على الاقل ننتبه ايه اللي فقدناه. فقدنا اول حاجه العيشه الجماعيه، كانت بتخلي الابن او البنت خارجين في وسط مجموعه من الاباء مش اب واحد. ايوه. مجموعه من الامهات مش ام واحده، وبيقتدوا وبيلعبوا، غير ان هم بقى بيلعبوا في البراح وفي كل حاجه بالنسبه لهم لعبه، غير الحاجات البلاستيك اللي احنا بنجيبها لهم دي. كل حاجه بالنسبه لهم لعبه، الطوبه لعبه. أيوة. حجر في الارض كده لعبه، نطلع عليه وننزل من عليه ونقعد نضحك مع بعض ونكعبل بعض وحاجات كده. النهارده ده مفتقد جدا جدا. فاهم حاجه مفتقده يعني ايه تربيه؟ انا بنقل خبرتي اللي عندي اللي بعرفها للاجيال الناشئه. طيب كان زمان ما كانش الاب موجود، العم موجود، ما كانش الاثنين دول موجودين، بيروحوا بيشتغلوا في الغيط ولا بيشتغلوا في الجد والجد اخرى، الجد موجود وهكذا. أيوة. وهكذا طول الوقت في جو بينقل خبرات الاجيال الاكبر للاجيال الاصغر. طيب هنلاقي المهمه كانت اسهل، ما كانش حد فينا محتاس. طيب نرجع بقى نربط حكايه الحب الشديد قوي الغريزي بتاعنا لابنائنا، اللي الحب معناه ان لو في خطر يبقى في خوف. اه طبعا. اي خطر كان يصيب ابني او بنتي او ابن اي حد او بنته في السن بقى الصغيره خالص، الواحد قلبه بيتخلع. طيب النهارده بقى في مخاطر خفيه شويه كده، اللي هو انا مش عارف اعمل ايه، ايه الصح وايه الغلط، يصاحب الناس دي ولا ما يصاحبش، طيب في السن الصغيره يروح الحضانه ولا ما يروحش. التساؤلات بقت اكبر من قدرتنا على الاجابه. زمان ما كانش فيه التساؤلات دي، كانت الدنيا ماشيه تلقائيه، بينقل ثقافته وخبرته، ما كنتش بتعب نفسي في اني افكر اعمل ايه بالظبط. اول خطوه بقى عندي الحقيقه عايز انبه عليها، ان الاول احترم الحوسه دي، احترم الحيره دي واعترف بيها. ما استعجلش ان انا اقول يبقى الصح كذا يبقى الغلط كذا، يبقى اروح اقرا كتاب واشوف الروشتة اللي فيه يعني التوجيهات والتعليمات والحاجات دي كلها. ده مزعج جدا لانه بيعمل رك. الحاجات دي مش متكاملة. الثقافة القديمة كانت متكاملة. معروف يتعمل ايه امتى، ومعروف مين يكلم مين ازاي، ومعروف لما عندنا مشكلة معينة نسأل مين وما نسألش مين. النهاردة المواضيع بقت حوسه خالص. النهارده في تكنولوجيا كتير جدا حوالينا، وفي مقارنات، وفي كل واحد عايز يبقى احسن، وبيبقى شايف ان الاحسن اللي عند غيره او الاحسن اللي بدفع فيه اكتر. فانا بدخل مدرسه، زمان كانت المدارس كلها مدارس قوميه او مدارس حكوميه، دلوقتي بقت كلها مدارس خاصه، والخاصه بقت درجات، في قد كده وفي قد كده، وفي اكبر وفي مدارس داخلي، وفي بعلمهم بره. تعالي بقى نشوف حاجه، المدارس دي اصلها جزء من الظاهره. يعني انا لما اكون اب او ام، انا اسف في التعبير، محتاسين. اه. بس طبعا عايز اخبي حوستي، عايز اعمل نفسي عارف كل حاجه، عايز فاهم ودارس. ايوه. يا اما معايا فلوس ربنا مديني، اتصور ان المدرسه هتربي بدالي. ده خطر شديد جدا. ألجأ لأي منظومة مقفولة جدا جدا جدا، ما هياش ثقافة وحية. فتصوري إن أنا بشوف دلوقتي إنه الدلع الشديد في التربية المعاصرة، ما بقولش الحديثة، المعاصرة، زائد أو في مقابل القسوة، جايين من نفس المصدر، القسوة والدلع جايين من نفس المصدر اللي هو الحوسة. الإحتاس يا إما بيسيب الحبل على الغارب زي ما بيقولوا، يا اما بيلجا لي صح وغلط ولا او بصده وبعنف شديد جدا، والنتيجتين غلط. كمان بيبقى في تخبط، يعني انا بتعامل مع الموقف النهارده بشكل وبكره بشكل تاني، فالطفل بيبقى مرتبك. دي بقى حضرتك يعني مشكلات عماله تتزايد، لمجرد ان احنا ما بنقفش بس نهدى كده ونقول يا جماعه احنا محتاسين. نعمل ايه بقى؟ بالظبط كده، احنا محتارين. فقدنا الـ يعني مصادر القوة اللي كانت عند والدي أو جدي
انه الثقافه بتقول ده يحترم بالشكل الفلاني ويسمع كلامه بالشكل، وكان له هيبه النهارده جوجل ضيعها لانه والدي كان يعرف كل شيء. النهارده انا ما اعرفش حاجه بالنسبه لاولادي يعني. انا محتاس، هو على طول بيجاوبني اسرع بكتير جدا من خلال الموبايل وبدقه وساعات من غير دقه، يعني ما بتنميش حتى التفكير النقدي، ما بتنميش الحوار. الحل مش سهل، محدش بيقدر يقول الحل سهل، بس نقف بجد. انا يعني ساعات كتير ناس ما تفهمنيش في الحكايه دي، ندي نفسنا الحق في الاعتراف بالحير، في الاعتراف وعدم تعجل اي حلول جاهزه. الحلول الحقيقه هو ربنا خلقها، احنا محتاجين نبسط الامور شويه، نرجع شويه لما هو ابسط وابسط وابسط. الاطفال بتنمو على فكره لوحدها. بتنمو لوحدها واحنا نزق يمين ممكن هم يطلعوا شمال. فمساحه البراح، مساحه الحركه، زائد مساحه المواكبه. ان انا اعرف ابقى عيل بعدني شويه، وربنا خالق فينا البرامج والجينات اللي هتطلع الخير. مفيش داعي لي ان الرعب دوت يخليني الجأ لحلول مصطنعه او سريعه. زي حاجه على سبيل المثال، حضرتك ربنا خالق مثلا في الاطفال البكاء. احنا اول ما يبكوا قلب الواحد ينخلع ويبقى عايز حل سريع. لا مش لازم، البكاء ده عمليه طبيعيه جدا ومهمه جدا 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 في التربيه. واستعجلنا ان احنا نخفف الالم اول باول وبسرعه جدا عن اطفالنا، الحقيقه بيؤدي لنتائج كارثيه بعد كده. يعني لازم نجمد قلبنا شويتين الحقيقه، شويتين. اللي بشوفه شويتين، لانه الالم جزء من الحياه. لما انا اكبر واتصور كمنظومه قيم كده انه مش مفروض نتالم، وان احنا كل الم لازم نداويه اول باول وبسرعه جدا، والالم ده كانه في حد غلطان في شيء. يجي بعد كده حضرتك بقى واحنا بنعالج الناس وهم كبار، نقول له لو سمحت الالم جزء من الحياه. مجرد ما يتالم يقول في حاجه غلط كبيره قوي والدنيا تتدربك معاه، وده مش صحيح. احنا الالم هو جزء من الحياه. ده بشوفه عند اطفال الفلاحين اللي بشاور لحضرتك عليهم، بيسيبوا العيله عاد شويه. ايه اللي هيجرى في الدنيا يعني؟ ما يعيط شويه، جزء من الحياه. فدي بتبقى قيمه بقى بتستمر بعد كده. حتى الاطفال بيبتدوا يتعلموها، ما يستحملوش الالم، ما يستحملوش اي تعب، ونقعد نداوي. بنداوي بالتكنولوجيا وبنداوي بالكيمياء وبنداوي بالدلع وبنداوي بالملء الوقت الزياده عن اللزوم قوي. يعني الاجهزه الحديثه بتاعت الموبايلات. ايوه خد ده عشان تسكت، خد ده اتشغل فيه. حضرتك بتطلع مدمنين. ايوه جزء من ظاهره الادمان اني ما استحملش الفراغ شويه. فاللي ما بيستحملش الفراغ ده بسبب الموبايل، بسبب التلفزيون، بسبب ان وقته طول يقعد يمل 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 يمل، يقعد يجرب في اي حاجه عشان يبطل ملل. فالالم والملل والفراغ والبكاء ده جزء من الحياه. احنا ما بقيناش معتبرينه جزء من الحياه، بنعالجه اول باول، فالحقيقه بنؤدي الى نتائج سيئه في العمر الاكبر. طيب احنا عندنا دلوقتي بدائل للام والاب نوعين، في بديل ايجابي وهو زي ما حضرتك قلت العم والخال والجد والجده اللي بيبقوا حوالينا، فبنستفيد من خبراتهم او من طرقهم في التعامل مع الشيء. وفي بديل سلبي اللي هو زي ما حضرتك اشرت، ان انا الطفل بيزن فانا بديله الموبايل عشان يلعب، بفتح له التلفزيون، روح اعمل اللي انت عايزه. اعمل ايه عشان احول البدائل السلبيه دي ارجع تاني للايجابي؟ بص حضرتك، عشان ما نظلمش نفسنا ونظلم الاباء والامهات، احنا محتاجين الحقيقه دعوات وحركات مجتمعيه لخلق مساحات البراح اللي هي خارج الشقق. انا اسف، محتاجين جناين اكتر. أيوة. العاب في الشوارع اكتر. انا كنت بلعب كوره في الشارع، ما عادش في حاجه اسمها كده في تصوري يعني. أيوة. في حدود معلوماتي خلاص. محتاجين هو بقى في كوره في الشارع بس منظمه، يعني في مراكز شباب، في ملاعب بتتاجر معموله عشان الشباب يبقوا بيلعبوا في مكان امن. طيب واللي عنده 3 سنين و4 سنين بيروح برضو مع والده ووالدته مركز الشباب؟ مش كل الناس عندها فرصه مراكز الشباب، مش كل الناس عندها فرصه النوادي. ايوه طبعا في اماكن طبعا متخصصه كتير، بس احنا كمان محتاجين في الشارع في الحيز العام بتاع كل الناس يبقى فيه هذه المساحات، مساحات خضراء من الحركه الايجابيه الصحيه. لانه لو ما فيش هذه المساحات بيبقى فيه مساحات حضرتك على النواصي وشلل. أيوة. لا نقابه عليها، وعند الكشك و
وده حاجات طبيعيه وموجوده. لكن كمان اوفر جنبها شويه حاجات اكثر صحه اكثر ايجابيه، اللي هي جناين صغيره، العاب في الشوارع. الشارع ده جزء ملكيه عامه، يعني مش بس للعربيات، الاطفال كمان ليهم حقوق. يعني احنا محتاجين ان الاباء، اباء 2022 وانت طالع كده حضرتك، يكونوا هم الاول عارفين ازاي يعترفوا بخطأهم او يعترفوا ان عندهم مشكله. مش خطأ، وضع صعب. احنا في وضع مشكلة. صعب بالظبط، احنا في وضع صعب، ولما احس ان انا مش عارف اعمل ايه ما اتخضش ولا اقلق على نفسي. اهم عندي سؤال بحقيقه، سؤال الاجيال الاكبر. مش سؤال اللي زي المراجع الحديثه. المراجع الحديثه مفيده جدا، فيها تعليمات مهمه، فيها توصيات، فيها تنبيه مهم ان اولادنا دول مش ملكنا، دول يعني اولادنا دول ملك الحياه على راي جبران. أيوة. خلاص، او ملك ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش ملكنا، لازم ينفصلوا عننا، يبقى لهم ذوات مستقله. طب انا بقى هقعد اعمل انا ذوات مستقله؟ لا، وربنا اللي بيخليهم يكبروا ويبقى ليهم ذوات مستقله. طيب انا دلوقتي عايزه من حضرتك نصيحه للاباء والامهات اللي لسه مقبلين على انهم يبقوا اباء وامهات، يعني لسه بيستعدوا. يستعدوا ازاي؟ زي ما انا بحضر لبس البيبي واوضه البيبي ولعب البيبي والكلام ده كله. والله نفسي اقول لهم ما يحضروش حاجه. سيبوه لوحده. لا، مش سيبوه لوحده ولا حاجه طبعا، الحاجات الاساسيه مهمه ومطلوبه وكل حاجه، بس انا قصدي كثره الانشغال الذهني العقلي بهذه المسائل هي ضد الطبيعه. الطبيعه فيها جزء كبير قوي محتاجين نتعلم منه. تعلم فعلا زي ما بقول لحضرتك، لو شاهدنا افلام القطط زي ناشونال جيوغرافيك مثلا، المحطات اللي هي بتعرض افلام عالم عن الطبيعه، كلنا اتفرجنا على عالم الحيوان، ازاي بيسيبوا الاجنه او الاطفال بتاعتهم تتحرك في براح. محتاج اقول لهم نبتدي نتحركهم في براح. في امهات يعني مخلصات جدا 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 جدا، فتقعد تربي في ابنها وتحاوط عليه وبتاع. انا رايي هنا بس ان ننبههم ان في خطا هنا. ايوه، الابن مش محتاج امه بس، الابن محتاج ينفصل عن امه. يعني انفصاله عن امه لازم بقى بيلعب مع خالته، بيلعب مع جدته، بيلعب مع والده، بيلعب مع عمه، بيلعب مع اولاد عمه واولاد خالته. هذه المساحه الخارجيه اللي فيها براح، براح اجتماعي وبراح نظر الواحد يشوف الدنيا الواسعه دي، مهمه جدا جدا جدا، اهم من اي حاجه تانية. الواحد يسيب الأطفال تنمو زي ما خلقها ربنا في الطبيعة شوية. طيب إحنا برضو بجانب الأجهزة التكنولوجية الحديثة اللي إحنا اتكلمنا عنها، عندنا مصادر أخرى مع يعني مع حكم الطبيعة كده بتربي ولادنا معانا، المسلسلات والبرامج اللي بيتفرجوا عليها برضانا أو كده. عندك حق، ومش هنعرف نقاوم ده، ومش هنعرف نقول لأ. والتجارب اللي حواليا بتفرج على كل الدنيا اللي حواليا، صعب قوي قوي انك تقعد تحرمي ابنك من الموبايل. ممكن يتفرج على مسلسل على الموبايل. طب فصعب قوي انك هتحرمي الاجيال دي. الاكفأ اني اوفر البديل اللي انا نفسي فيه، البديل الصحي اكتر، والناس والولاد يتعلموا يتواجدوا فيه بشكل اكتر من الاول، فبالتالي يبقى عنده متع مختلفه شويه عن المتعه السلسه السهله قوي 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 اللي بتضيع وقت كتير قوي قوي قوي، فهو ما يحسش بالملل قوي. لا، في خروج، في خروج لحتت ما فيهاش نت، في خروج لحتت فيها طبيعه غريبه شويه، في مغامرات في الطبيعه بتتعمل. ما بشوفش الحقيقه ده كفايه في الاطار اللي حواليا، غير يروح الجيم. ما هي الجيم هالات برضه. ايوه، الطبيعه فيها جيم احلى من اي جيم في الدنيا. لازم يكون في وقت للطبيعه، وقت للطبيعه، وقت للاخرين، للمجتمع. مجتمع ما ينفعش نخاف منه قوي قوي كده. ما ينفعش الام مثلا تخاف ان حماتها تستولي على الواد وتربيه بدلها. لا، يا ريت كلنا هنربي في الافندي الجديد ده ان شاء الله، وربنا هو اللي هيطلعه يعني مبروك باذن الله. انما هنقعد نحاوط ونفكر ونهندسها بدماغنا ونقرا في كتب وننفذها قبل ما نسيب الطبيعه اللي جوانا تتحرك. واهم من الطبيعه جوانا، لان احنا خلاص كبرنا واتلخبطنا، الطبيعه بتاعتنا اتلخبطت. الطبيعه بتاعت الطفل ده لسه ما اتلخبطتش قوي، فحركته وجريه وتنطيطه انا اديله المساحات دي.
بحيث ما يستغناش عنها لما يكبر شويه ويتعلم الموبايل. مش كل ما يزن شويه اديله الموبايل عشان يسكت. اديله، ما هو ده بقى مش طبيعي. ايوه واخد بال حضرتك ازاي؟ انا هنا بريح نفسي وبملى له وقته بطريقه سهله جدا جدا، فيبقى عايز طول عمره يملى وقته بطريقه سهله جدا. لا، في طريقه فيها جري وفيها تنطيط وفيها عرق وفيها شويه تعاوير وخرابيش، وبتعلم وبتكبر وياما تخربشنا. ايوه طبعا اكيد. طيب هو في وقت انا بتوقف فيه عن تربيه ابني ولا على طول؟ يعني انا لغايه النهارده لسه امي بتوجهني. أيوة. لكن هما بيجوا في سن معين وكفايه بقى. دي مشكله ثانيه، ولكن اعتقد انها بتبدا برضو من اول يوم. اول يوم بلاش، في حاجه عندنا ظاهره لطيفه جدا اللي هي ظاهره السبوع. مجرد ان الجنين طلع من بطن الام اصبح كائن مستقل. ايوه. ففي جزء من هذا الموضوع مش تابعي وبتوقف فيه عن تربيته، انا مش هقعد اربيه 24 ساعه في اليوم. واخد بالك؟ ظاهره السبوع والدي كان له بحث فيها، انه بيشوف فيها اعلان وتاكيد شديد للام ان خلاص هذا الجنين اللي كان جوه بطنك اصبح بره، بكل الهيصه والزنبليطه والتخبيط والترزيع وبرجلاتك وتعدي فوقيه وننطر ونفرح وكلنا سوا وبتاع. على المستوى النفسي وظيفتها عملتها الثقافه القديمه علشان تقول للام ده ما بقاش بتاعك. ما بقاش ملكك. يبقى بالتالي انت بتسيبي جزء كبير للمحيط بتاعه يربي معاكي. خلاص كان قبل كده جوه جنين، فانت كان كله تبعك. دلوقتي تبعك وتبع ربنا اولا طبعا. كان حته منك، لكن دلوقتي هو حته منك منفصله خلاص. منفصل، والاخرين هيساهموا معاك بمزاجك او من غير مزاجك، وده طقس السبوع بقى ايه بيعبر عن كل دوت في هذه الاحتفاليه الجميله. جميل يا دكتور، والله الكلام بتاع حضرتك قد ايه جميل، وان شاء الله الناس تستفيد منه واحنا كمان نفضل نستفيد، لاننا مطلوب اننا نفضل نتعلم. ضيفنا اللي كان منورنا الدكتور محمد الرخاوي استشاري علم النفس، نورتنا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. السلام، الله يخليك.